أنا كنت رئيس الوفد المفاوض في الناقورة عندما كنا نفاوض في الاجتماعات الثلاثية بحضور قوات الطوارئ الدولية والجيش الإسرائيلي. في إحدى الاجتماعات كنت أنا أناقش حقوق لبنان والمشاكل ومعالجة الحدود البرية وحقوقنا في والخلافات على الحدود البرية بيننا وبين فلسطين المحتلة، إلى أن وصل إلى محل إلى مكان العميد الإسرائيلي قال لقائد قوات الطوارئ الدولية: قل للعميد منير أن بالنسبة إلينا عقيدتنا نهر الليطاني هو في حدود هو ضمن أراضي إسرائيل. فإذن هي عقيدة لديهم، هي عقيدة لديهم إذن هذه أن نهر الأراضي الليطاني هو يريدون ضمها إلى إسرائيل الكبرى. هو يريد أن يضع في عقول الرأي العام اللبناني والعالمي أن الليطاني هو حدود يجب أن تكون يعني فارغة من كل شيء ومن مسلحين، ليزرع في عقول الناس مستقبلا أن هذا النهر هو من ضمن أراضي إسرائيل. وما الحادثة التي حصلت مع هذا الخبير التاريخي الذي اغتيل في لبنان في منطقة شمع، أتى ليثبت أن هذا المقام للنبي شمعون هو أرض إسرائيلية وهو تابع لإسرائيل الكبرى. فإذن هذا يعني مخطط إسرائيل. يعني احنا تفضل. يعني نحن نتحدث عن إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر بما فيها أراضي من السعودية من ومن سوريا ومن العراق ومن العراق أيضا. هي فهذا مؤلفة وارد. من طبعا كنا لازلنا في سن الشباب ونسمع بهذا الخبر أن إسرائيل من النهر إلى النهر، من الفرات إلى النيل، وكانت الإجابات تأتي إنها شعارات، ولكن فعلا بدأنا نرى أن إسرائيل تسعى لتحقيق هذا الحلم.